اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجوك، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة. وتناول الاجتماع جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية. وجه الرئيس السيسي بأولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة مع ضمان توفر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفلسطيني محمود عباس محادثات روسية فلسطينية بشأن الشرق الأوسط في العاصمة الروسية موسكو. وأكد بوتين أن ما يحدث في الشرق الأوسط وفلسطين لا يمكن تجاهله على الإطلاق، وأن سبب الأزمة الحالية يعود في الأساس إلى تجاهل القرارات الدولية بخصوص فلسطين، وأن روسيا تبذل كل ما بوسعها لدعم الشعب الفلسطيني في الكارثة الإنسانية التي حلت به. وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه لن يسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من القدس أو غزة أو الضفة، وأن الشعب الفلسطيني يعاني بشكل مأساوي في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة، وطالب بوقف القتال في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. أدانت مصر اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومئات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى الشريف ورفع العلم الإسرائيلي الداخلة. وشددت مصر على أن تلك التصرفات غير المسؤولة والمستفزة تمثل خرقا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، وأكدت على ضرورة اضلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات التي تهدف لإفشال التواصل لوقف إطلاق النار، مشددة على التزام مصر بالسعي نحو التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس شركة عير مصر المهندس أحمد الجندي لمتابعة المراحل التالية من مجمع مصانع العاشر من رمضان، مؤكدا حرص الحكومة على استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لشركة عير العالمية التي تعد واحدة من كبرى الشركات على مستوى العالم المتخصصة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، وأن الحكومة قامت بتوفير الأرض وإتاحة الرخصة الذهبية وغير ذلك من التيسيرات لإقامة مجمع الشركة الصناعي المتكامل والعمل بشكل مستمر على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع مسؤولي مجموعة المنصور للسيارات بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر، معربا عن تقديره لنشاط مجموعة المنصور في السوق المصرية وحرصها على توطين صناعة السيارات محليا بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في هذا الصدد. وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لكل المقترحات المقدمة حول التوسعات المستقبلية للشركة ووجه بدراستها للنظر في إمكانية تطبيقها. استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بمطار القاهرة الدولي أبطال مصر الحاصلين على الميداليات الأولمبية، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. استقبل أحمد الجندي لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث والحاصل على الميدالية الذهبية، وسارة سمير الحاصلة على الميدالية الفضية، وكذلك جميع اللاعبين القادمين عقب انتهاء منافسات دورة الأولمبية، مؤكدا أنه فخور بجميع أبطال مصر الذين رفعوا علم مصر في المنافسات الأولمبية، وكذلك جميع اللاعبين أعضاء البعثة وخاصة ممن لم يحالفهم التوفيق وكانوا على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلم الميدالية الأولمبية وحققوا مراكز متقدمة. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة والتي انطلقت خلال الفترة من 11 من يوليو وتستمر حتى 30 من أغسطس الجاري، وينظم المهرجان عددا من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية إضافة إلى أنشطة وفعاليات ترفيهية أخرى.